رمضان كريم. حكينا بحلقات سابقة عن أن الأعاصير بتأثر على أجزاء محدودة أو بعض الدول العربية في أشهر معينة من السنة، وذكرنا أيضا في حلقة سابقة أن الإعصار جونو في العام 2007 يعد هو الإعصار الأقوى في التاريخ الحديث في سلطنة عمان. في حلقة اليوم رح نحكي عن ثاني أقوى إعصار في التاريخ الحديث وأيضا أثر على سلطنة عمان خلال العام 2018 وتحديدا على مدينة صلالة العمانية. لما نتحدث عن ثاني أقوى إعصار فإحنا أكيد نتحدث عن الإعصار ميكونو. الإعصار ميكونو إعصار من الدرجة الثالثة أثر على منطقة ولاية ظفار أو صلالة في سلطنة عمان. طبعا يعتبر هذا الإعصار هو الأقوى في تلك المنطقة منذ العام 1959، ومثل أي إعصار بدأ بالتشكل في بحر العرب أو منطقة المحيط الهندي، ثم تحول إلى عاصفة مدارية وتطور بشكل تدريجي إلى إعصار من الدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية ثم الدرجة الثالثة قبل وصوله إلى سواحل صلالة. مدينة صلالة هي مدينة عمانية تقع غرب عمان. يبلغ عدد سكان هذه المدينة 200,000 نسمة. تم إخلاء ما يقارب 10,000 نسمة خاصة في المناطق الساحلية، وذلك احترازيا لاستقبال الإعصار ميكونو. عادة في بحر العرب بتكون حركة الأعاصير غير واضحة ومتغيرة من منطقة أو من فترة إلى أخرى، لكن الإعصار ميكونو من الأعاصير القليلة اللي كان اتجاه حركة هذا الإعصار واضح وبشكل مباشر باتجاه سواحل سلطنة عمان وتحديدا باتجاه صلالة. رافق هذا الإعصار هطول كميات كبيرة جدا من الأمطار، رياح عاتية بلغت سرعتها 175 كيلومتر بالساعة وهبات أعلى من ذلك. أيضا كما ذكرنا هطلت كميات أمطار تعادل 600 مليمتر من الأمطار هطلت على مدينة صلالة خلال فقط 48 ساعة. طبعا عين الإعصار أيضا صمدت في البحر وبدأت بالتأثير المباشر على مدينة صلالة. هذا الأمر أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق صلالة، بالإضافة إلى تدمير شبكة الطرق وحدوث أضرار ضخمة في البنية التحتية. ومثل أي إعصار آخر تأثرت حركة الطيران في مطار صلالة الدولي، هو ثاني أكبر مطارات سلطنة عمان. تم إغلاق الحركة في المطار من 24 مايو وحتى انتهاء تأثير هذا الإعصار. ومن الطبيعي والمعروف أن الإعصار عندما دخوله إلى اليابس يفقد جزء كبير من قوته، وهذا ما حصل مع الإعصار ميكونو. بدأ بالتراجع التدريجي من حيث القوة، تحول إلى منخفض مداري عميق، أثر لاحقا على أجزاء من المملكة العربية السعودية بأمطار غزيرة ورياح نشطة. وبعد 5 أشهر من الإعصار ميكونو تأثرت صلالة مرة أخرى بإعصار الدرجة الأولى وهو الإعصار لبان. لا تنسوا تشاركونا بذكرياتكم في الإعصار ميكونو أو أي إعصار آخر إذا كنتم من الأشخاص اللي عشتوا هاي التجربة في التعليقات. سلام.